شيخ احمد يقولون الاول اذا كبر ولدك خاوه، ها خاوه الى الان مستمره الكلمه هذه شيخ احمد؟ يقولون الاول لكن ما يطبقوها. اول من يقدر يكلم ابوه؟ من يقدر يجلس مع ابوه في مجلس؟ الله. نعم حقيقه. بل تثبت الدراسات ان الشاب في الوطن العربي يتلقى خلال فترة مراهقته 60,000 كلمة نابية ما بين شتيمة وبين سب وبين نبز وإلى آخره، ويتلقى 10,000 كلمة طيبة إيجابية خلال فترة مراهقته. اليوم لا، اليوم حقيقة يعني هناك كما أسلفت شريحة كبيرة من الآباء ولله الحمد مثل ما تفضل ابني معاذ، يعني يتعاملون مع أبنائهم كإخوة وكأصدقاء، امتثالا لقول عمر إن صح القول عن عمر، لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. لكن يجب أن نعي شيء، وكذلك هذا قول ورد عن عمر وورد عن غيره، أيها الآباء وكذا، لا تقصروا أبناءكم على أخلاقكم أو عاداتكم، إنما خلقوا لزمن غير زمانكم. لكل زمن كما قيل يعني دولة ورجال.